رافق وزير السياحة يحيى راشد وفدا من الفاتيكان في زيارة تفقدية لمواقع مسار رحلة العائلة المقدسة بوادي نطرون. وخلال الجولة زار الوفد ثلاثة مواقع بوادي نطرون، وهي دير الأنبا بشوي الذي يوجد فيه مزار الأنبا شنودة، ودير السريان، ودير الباراموس، وهي من الأماكن المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلة القدوم إلى مصر. ومن جانبهم أبدى الوفد اهتماما كبيرا بالتعرف على حياة الرهبان بشكل عام وخاصة في الدير. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن المقدسة، مؤكدين أنهم سينقلون الصورة الإيجابية التي رأوها خلال زيارتهم إلى بلدهم.